طيب هنا هروح على النقطة اللي عايز أوصل لها، تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصري خلال 8 سنين، موديز، ستاندرد أند بورز، وفيتش ريتينجز. تمام. طيب. الثلاث مؤسسات دول بيطلعوا حاجتين، حاجة اسمها نظرة مستقبلية للاقتصاد، يعني نبص له كده نظرة عامة ونقول هو في وضع إيجابي ولا في وضع سلبي ولا في وضع مستقر، وبتطلع حاجة تانية اسمها تصنيف ائتماني. حلو. التصنيف الائتماني ده هو مؤشر برقم او برمز كده وفقا لجدول معين لكل مؤسسه، بتقول انت فين، انت من محدش يسلفك خالص ولا يقرب منك لانك مش هتقدر تسدد ديونك. أيوه. ولا انت في وضع كويس تقدر تحسس الديون بتاعتك. حلو. طيب لما يحصل احداث تاثر علينا، طبيعي ان ايه نبدا نبص للنظره المستقبليه بتاعتنا، هل احنا يعني بدأنا نتأثر ولا لا؟ في تداعيات سلبية طالتنا ولا لا؟ دي أوكي. النظرة المستقبلية. أول لما يبقى في خطورة إن أنت تسدد الدين اللي عليك، تصنيفك الائتماني بينزل. أنزل أ ماينس. تمام؟ فإحنا عندنا النص اللي فوق ده بتاع التصنيف الائتماني، النص اللي تحت من الشكل هو ده بتاع الشكل يا أولاد على الشاشة يا أولاد، أيوه هو ده. تمام. فإحنا كنا بي ماينس في 2013. التلات مؤسسات كانت مديانه بي ماينس وتريبل سي بلس وسي اي اي 1. والنظره المستقبليه في الثلاثه يعني كان في اثنين سلبيه وكان في واحده مستقره. كان في ستاندرد اند بورز بتقول مستقر، وده يعني ده كلام مؤسسات دوليه بتقيم علشان الدائنين يعني يبصوا على الارقام دي. وبالفعل طبعا مصر في 2013 كانت الارقام دي حقيقيه جدا، او كانت التقييم ده عادل جدا لوضعها في الوقت ده. ابريل يعني بعد الحرب، ابريل 2022 يعني بعد الحرب بشهرين، التصنيف بتاع فيتش بيقول مستقبلية، نظرة مستقبلية مستقرة. مستقر. والتصنيف بتاعنا ثابت. وثابت. ستاندرد اند بورز برضو نظرة مستقرة والتصنيف بتاعنا ثابت. صح. الحاجة الوحيدة اللي تأثرت النظرة المستقبلية لمؤسسة مودز للاقتصاد المصري، هي اللي تحولت لسلبية مع البقاء للتصنيف الائتماني بتاعنا زي ما هو. ثبتوا التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية بيقولوا سلبي. ضحكت عليكم في حاجة؟ مركز المعلومات او مركز الاعلامي بتاع مجلس الوزراء ضحك عليك في حاجه. مكتوب موديز بتقول النظره المستقبليه السلبيه، خفيناها لا سمح الله، قطعناها اطلاقا. مفيش مجال لا للكذب ولا للتدليس ولا للهزار. حضرتك حاضر يا نديم، اهو نديم بيقول لي اهو. بص يا مولانا، حطينا بقى النضاره بقى اهو. بص يا مولانا، حضرتك شفت البتاع، بنقول لك ايه، فيتش بتقول تثبيت التصنيف الائتماني عند مستوى بي بلس زي ما احنا، ونظرة المستقبلية مستقر. ستاندرد اند بورز تصنيف نفس تثبيت نفس التصنيف الائتماني عند مستوى بي ونظرة المستقبلية مستقر. موديز قالوا تثبيت التصنيف الائتماني عند مستوى عند نفس المستوى اللي هو بي 2، ولكن مستقبليا هو شايفنا سلبي. هو شايف كده، دراسته بتقول كده. اخبيها؟ اقول لدكتور اسماء والنبي ما تقولي الحته دي الله يخليكي؟ ما انا اقدر اقول لها ما تقوليهاش يا فندم، ومركز الاعلامي يقدر ما كانش يحط اصلا موديز في الموضوع. يا عم ما فيش حد هيضحك عليك ولا حد كان بيضحك عليك. الضحك اوانه خلص، ايام الاخوان وزمان. نكمل يا فندم. السلايدز اللي جايه بقى بعد كده بتتكلم على برضو المؤسسات الدوليه والجهات الدوليه كانت شايفه الاقتصاد المصري فين وبقت شايفاه فين. فزي ما حضرتك بتقول دي بقى مش ارائنا، ودي يعني احنا كلام بقى يعني هنقراه مش اكتر من كده. طبعا في 2013 كان صندوق النقد الدولي كان شايف يعني ان الدوله اتاخرت في الاصلاحات وان البيئه الاقتصاديه مش مناسبه. البنك الدولي كان شايف تدفقات الاستثمار الاجنبي لمصر قليله، وبنك التنميه الافريقي كان شايف معدلات الاقتصاد المصري في تراجع. طبعا كل ده 2013 بالظبط. كل الاوضاع دي اتغيرت في 2022، وده زي ما حضرتك بتقول ان هو كان في ظل وقت ازمات متتالية. صحيح. من أواخر 2019 لدلوقتي، ومع ذلك الوضع النسبي لمصر في المنطقة كان وضع يعني أفضل نسبيا من الدول التانية مثيلتها، زي ما شفنا بالأرقام اللي وضحناها في السلايدز اللي قبل كده. في 2022 صندوق النقد بيقول إيه؟ بيقول اتخذت مصر عدة إجراءات اقتصادية لمواجهة الأزمات المتلاحقة. صح كده؟
مظبوط يا دكتور؟ تمام. وتمثل تلك الإجراءات خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق مرونة حركة سعر الصرف. البنك الدولي بيقول من المتوقع أن تزداد نسبة الاستثمارات الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي المصري بدءا من العام المالي 21-22 وتستمر في 23-24، يعني يحصل تدفق استثماري وضخ استثماري أجنبي في خلال هذه الفترة. ده بفضل طبعا البنية التحتية اللي بقت مهيئة أكتر للاستثمارات، المشروعات اللي اتعملت الفترة اللي فاتت والإصلاحات التشريعية والقانونية اللي اتعملت في قوانين الاستثمار والفرص الاستثمارية اللي بقت متاحة أكتر. يعني مثلا مصر دخلت في استكشافات في قطاع الغاز. طيب صح. الغاز دلوقتي بقى مكانه فين على خريطة الاقتصاد العالمي؟ طب إحنا لما عملنا ترسيم حدود وعملنا استكشافات وكده كنا عارفين إن هو بعد كذا سنة هيحصل حاجة زي كده؟ لا، فهي كانت خطة الدولة مبنية على ان احنا بنشوف الموارد الكامنة اللي موجودة في الدولة وازاي نقدر نبني عليها نهضة اقتصادية.